انا خارجه مع حاتم. هخرج انا وحاتم شويه. سرحان في ايه؟ بس دي بيجاما عادي، لبس بيت. عايزه اخرج مع زياد لغايه ما تخلصي. هو انت ونريمين كنتوا صحاب؟ كنا شله، انا وهي ومادو. امال انا ليه مش حاسس ان مادو زعلانه على نريمين زي كده؟ ما بتردش برضه. فانا مش عم صدق انه هيدي اول مره بتحكيها من اول ما جيت على مصر. يوسف، ممكن تليفوني فصل شحن. يوسف، في حد بعت لك مسج على الواتساب بيقول لك كلمه ضروري. احنا محتاجينك تخش تسعى اماكن، الحاجه اللي احنا عاوزينها دي موجوده في المكان اللي التسعة. عاوزك تعرف لي كل حاجه عن الشخص ده. معرفتش اسلم عليك كويس واحنا على الباب عشان احنا متراكبين. وانت عرفت من ايه؟ ودي صوتك. مين؟ هاي راغب. اي صوت بيحصل قدام الشقه بيبص في العين السحريه. وانت عرفت من ايه؟ ودي صوتك. وانت عرفت منين؟ من مراته. اصلهم مفتوحين، كل ما يعمل كده تدب معاه خناقه وصوتهم يجي باخر الشارع. طب هتيجي نقعد عشان انا مش هستحمل كده كتير. يعني هتستحمل لما تقعد؟ تشرب ايه؟ لا انا خمس دقايق وهمشي، انتي تعالي اقعدي. وحشتني. مستنيه حد؟ لا. مش قلت لي ان هو مسافر؟ وريك هنقعد نتخانق دلوقتي؟ اتفضل قدامي. اسمع، انت هتدخل هنا، اوعى تعمل اي صوت، ولو دخلت عليك ان شاء الله بكره الصبح اوعى تفكر تطلع، لا عشان خاطري، ده عشان احنا الاثنين مش عشان لوحدي. فاهم؟ واعمل موبايلك سايلنت. الحمد لله على السلامة. يا رورو، زواجة من الشغل ولا ايه؟ ما رحتيش المكتب النهارده يعني؟ لا، ما كانش عندي حاجة مهمة قوي، قلت ارتاح شوية عشان النهارده المفروض اقابل ادي زي ما انت عارف. ما قلتليش يعني ان انت جاي بسرعة كده. تفرق معاكي في حاجة يعني؟ على الأقل كنت رحت جبتك من المطار. أنا ضيف عندك يومين كده وبعدين أنا بطلع على جنيف. أكيد. معلش يا ريهام، مش عايز حد يعرف اني رجعت مصر. صعبة دي، كل الناس بتعرف ان انت جيت من اول ما بتوصل المطار، ده غير اللي بيعرفوا ان انت بتركب الطيارة اصلا من هناك.
أنا ما سافرتش برا مصر. أنا إزاي وصلتك المطار ودخلت شنطتك طيارة باريس؟ غيرت رأيي قبل الطيارة ما بعشر دقايق. كلمت رحيم جاني خدني رجعت. رحت فين؟ يوم ما رجعت من المطار رحت الفاروق. ليه؟ عشان ابنه سليم. وأكلمك تاني؟ يا ريت، ده اللي خلاني لا عارف اسافر ولا عارف اعمل اي حاجه. حركه جنتله يعني. حركه ايه؟ انا عايز اطب على الشقه والحته الطريه دي هناك. ليه؟ غرض ما في نفسي، بس صدقني والله العظيم قدام الرجاله اهو مفيش اي عوق هيحصل من ناحيتي، ادوني فرصتي بس. هي الحركه دي موجوده في اتفاقنا؟ اطلاقا، دي شياكه منك هتعملها معايا، سميها زي ما تسميها. لا. تمام. الحيطة الشمال بقى دي اخرها الباب اللي بيودي لطرقة الأوضة. الأوضة. يا بخت طرقة الأوضة. ايه؟ غلط؟ ارسم. ارسم خلينا نخلص. ماشي يابا. مش فاهمك يا رب. ريهام، فاروق عارف كل حاجة غادة وسليم بيعملوها أو حيعملوها، وأول بأول كمان. في إيه؟ طب هو أكيد، بس المرة دي ما كلمنيش. يمكن عايز يتصرف مع ابنه بطريقته، مش عايز يدخلك أنت في الموضوع عشان ما يأثرش على علاقته، أو زهق مني ويأس من الكلام معايا عشان ما اخدش اي موقف من علاقة غادة بسليم، فقرر يتصرف بطريقته. حتى لو هي نفس النتيجة؟ لا مش نفسها خالص. في الحلقة التانية فاروق هيهمه مصلحة ابنه بس، لا يهمه بقى غادة ولا ابو غادة، وده يفرق معايا قوي. انا ما عنديش عيلة اصلا ولا بنت غير غادة. ممكن تهدى يا راغب؟ هات 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 طبعا هات. وانا بعمل حاجه في حياتي اللي انا اهدى؟ خلاص الاكسجين خلص. اهدى اهدى. اهدى على غاده بنتي علشان ناويه تودي نفسها في داهيه وتودينا معاها في 60 داهيه. واهدى على سليم علشان بتحبه غصب عن ابوها. اول مره اشوفك حاسس بالذنب كده. ليش فيه؟ احساس بالذنب والتوبة ولا؟ مش في الكلام ده. وبعدين احنا بنسرق حاجة من بوق حد ولا ايه؟ بس بنهرب في نص مسروق. اديك قلتيها، بنهرب من السلم من هنا ونسلم هناك، دليفري يعني. ما
شفتش انا قبل كده حد بيندم على فلوس اصحابها من دياله وهم راضين؟ لا وطالبينه بالاسم كمان، وانا بالذات بقى يبقوا راضين وفيها بوسه كمان. خلاص يبقى مالك بقى، تعبت خلاص، ما بقتش قادر على الشده دي بتاعت الشغلانه بتاعتنا. دايما بتخيل نهايتي ترى هتكون شكلها ايه. شغلانه وحشه قوي يا ريهام، الغلطه فيها بموت. عارفه، قولي بقى اللي حصل ما بينك وبين فاطمه. انا بره الموضوع، ممكن يكون لي نظره تانية. اول مره تفاجئني يا راغب. خير؟ غدا وسليم رايحين مؤتمر في تل ابيب، وانا مش قادر امنع الكارثه دي. عارف، بس اكيد مش عارف ان سليم ابنك هو اللي مشجعها على الموضوع ده. ومين بقى اللي كان جرجر سليم في الاول؟ يعني مش بنتك غدا؟ اوكي، يعني مش ابني هو اللي جاب رجل بنتك، صح كده ولا ايه؟ انا ما اقدرش اعمل لك حاجه. ولو انا مش قادر؟ ومش قادر ليه بقى يعني؟ ماسكه لك زله مثلا؟ ايوه يا فاروق. ايه؟ عرفت انك مهرب؟ لا، مش قادر وخلاص. وانا ما اقدرش كمان احللك مشاكلك مع اولادك. كفايه انا وولادي ومشاكلهم، وخصوصا سليم ابني. وبنت يا فاروق؟ اديك انت اهو بتقول بنتي يا فاروق، يعني بنتك انت مش بنتي انا، يعني حاجه ما تخصنيش. عقل بنتك وخليها تبعد عن ابني، يبقى الموضوع خلص. حاولت حاولت ما قدرتش. الولاد متمسكين كده ببعض، وغدا شخصية قوية مش زي ما انت متخيل، وسليم ابنك بيقويها كمان. مش عارف بقى احترت اعمل ايه. جيت لك وانا مش قادر اعمل لك حاجة. انا في النهاية ابني راجل، يعني انا لو ضغطت عليه هيسيب لي البيت ويمشي، وساعتها مش هعرف ارجعه. لكن انت عندك بنت، يعني الموضوع ابسط من كده، ممكن تأمرها بدل ما هي مدوخاك كده وراها. موضوع بسيط، لكن انا بقى ما اقدرش احط الموضوع ده في حساباتي وترتيباتي وانا برجع ابني. اسف. اتعشيت؟ معلش همشي. الله، رايح فين؟ معلش. طب استنى، انت مش قلت ان انت هتبات؟ معلش غيرت رأيي. يا مالك، انا لوحدي. خلاص ماشي. تعملي ايه؟ ده وقته. اوعي، انا لازم امشي حالا. ليه؟ ايه ليه؟ في واحده مسافره بكره الصبح ومستنياني عشان اجبر بخاطرها، وانا سايب كل ده عشان اتحبس الحبسه دي. مالك، هو انت بتعاملني كده عشان انا اللي عايزاك؟ استرخاص يعني؟ مش استرخاص. انا ما ينفعش اخش في لبش مع لنا لحد ما تسافر. في حاجات كتيره جدا انت ما تعرفيهاش. خلاص عرفها. مش دلوقتي، مش وقته يا ريهام. في ايه يا ريهام؟ انا محبوس ولا ايه؟ مالك، انت مش عارف انا عملت ايه عشان راغب ينزل وما يباتش هنا. ايه؟ يبات فين؟ هنا. الله، كمان يعني هو متعود انه يبات لما يبقى مش عايز حد يعرف ان هو موجود في البيت. وانا مالي؟ طب ممكن تهدى؟ بقول لك ايه، الكلمه دي بتعصبني يا ريهام.
الكلمه دي بتعصبني. اتفضلي دلوقتي حالا افتحي الباب خلينا امشي. يا سلام بقى لو تبقى فطن وتصور لنا سطح العمارة يا مالك يا ابن كيمو. كيمو؟ كيمو مين؟ أبوه. هو مش أبو اسمه كمال؟ يبقى كيمو ولا إيه؟ كمال. أهو طلع فطن ابن كيمو. الله يبارك له، الله يبارك له. وقف لنا بقى الصورة هنا، اعمل لنا دوس على زرار البوس. الإيه؟ البوس. لا اسمه إيه؟ بوس؟ اسمها بوز. اسمها بوس وجوجلت. ما علينا. بص بقى يا باشا، انا عايز حد يروح يقف لي على العماره اللي قدامي ديت قبل ما اوصل بساعتين كده. ليه؟ هقول لك ليه. هي ساكنه في العالي وانا هنزل من فوق السطح، عينيا هتبقى شايفه العماره اللي قدامي والعماير اللي جنبيها، بس محتاجه عين تانية تبص لي على الشقق اللي في العماره اللي انا طالعها. لو حد شافني وانا نازل متعلق هنروح كلنا في ابو المليح على فكره. يبقى انت كده فعلا محتاج وقت كويس قوي عشان تخلص المهمه دي، ولازم تبقى مركز كويس جدا. اكزاكتلي. يبقى مفيش غير الواد مالك. الواد مالك ياخد البت ريهام في اي حته بعيده لحد ما الراجل ده يخلص شغله. صح؟ بالظبط كده. الله عليك يا ابو تفكير عالي انت. الله. معرفش يا حاتم، معرفش حاجة. اهو في المدرسة. اهو جاي، هو ورايا، جاي ورايا هو بعربية البوكس. معرفش. ماشي اوكي، انا وصلت دلوقتي يا حاتم، لازم اقفل معاك. يلا باي باي. باي. اتفضلي يا مدام. قامت حرب اكتوبر عام 1973، واللي كان يقودها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، اللي قام بالتخطيط ليها بشكل محكم وسياسي قوي جدا. أيوة. نغم مالك تعالي. انت عملتي مشكلة النهاردة؟ لا مش عارف. طب ممكن تيجي معايا عند المديره؟ اوكي. طب اخد حاجاتي؟ لا خليها ترجع لها تاني. خلاص يا بنتي. اوكي ممكن تفضلي مع الناس. ميرسي. اوكي. صباح الخير. صباح النور. المبنى الاداري او مكتب المديره فين؟ اخر مبنى على الشمال يا فندم. شكرا. اتفضل. بس من فضل حضرتك مش اكتر من 5 دقايق. البنت عندها كلاس وانا مش عايزه شوشره في المدرسه. اتفضل يا نغم. تلاقيش. اهلا. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ هو في ايه يا مامي؟ ما تخافيش يا نغم، عصام بيه عاوز يسالك شويه اسئله وبعدين هترجعي على الكلاس على طول. طب ما هو سالني قبل كده خلاص وانا جايبه. طيب معلش يا ستي، انا اسف المره دي، انا في حاجه صغيره قد كده نسيتها، هسالها لك ونخلص خلاص. اتفقنا؟ اوكي اوكي. طيب معلش استاذنكم تطلعوا بره شويه. طبعا طبعا. اتفضلي معايا مدام ايناس. اتفضلي فعلا. اتفضلي. يا نغم يا نغم يا نغم. اتفضلي يا ستي، انت المدرسه النهارده. اخبارك ايه؟ تمام. كله تمام؟ اخبار الكلاس ايه؟ تمام تمام. يعني بقالي كتير قوي ما كتبتش بالبتاعه دي. خط وحش صح؟ بيفكركيش بحاجة الرقم ده؟ أول مرة تحصل عندي حاجة زي كده في المدرسة. صح
بصراحة أنا مش مهتمة خالص بالمدرسة واللي بيحصل فيها، أنا مهتمة ببنتي اللي بيحققوا معاها جوه. ما تقلقيش، هما كلمتين وهيخلص معاها، إيه المشكلة؟ إيناس هي فين؟ جوه بيحقق معاها. بيحقق معاها وسبتيها كده لوحدها؟ طب ما هعمل إيه، هو اللي طلب مني كده، كنت أعمل إيه يعني؟ طبعا الصغار يا أستاذ ثواني، هو مين الأستاذ؟ عصام بيه، صباح الخير. اهلا عمر، في حاجه؟ هاي. Are you okay؟ حاتم بيه، انا عايز نغم بس كده في موضوع، بس معلش سعادتك ما ينفعش تقعد هنا، تقدر تستنى بره لغايه ما اخلص شغلي. وهو شغل حضرتك ده ما كانش ينفع يستنى لغايه ما ترجع البيت؟ طلع حبيبي استنى بره لغايه ما اخلص شغلي ونغم شويه كده وطلعنا. من جريد 9 وكنت بتاخدي على كل واحده فيهم 750 جنيه اللي هو الرقم اللي كتبناه ده. كدابة. طب ليه هي هتكدب حاجة زي كده؟ انا اشمعنى انت من وسط كل المدرسة اللي اختارتك انت بالذات علشان تقول عليك الكلام ده؟ ما اعرفش، تقدر تسألها. ما انا سألتها، انا بسألك انت دلوقتي ليه اختارتك انت بالذات؟ وانا قلتلك ما اعرفش، احنا كلنا اطفال يعني ما ينفعش اصلا حد فينا يبقى معاه المبلغ ده، ولو حد فينا معاه المبلغ ده يبقى محوشه عشان يجيب حاجه هو نفسه فيها مش عشان يدفعها في تيكت حفله. احنا اطفال. طب علشان انتوا اطفال دخلتوا الحفله فري؟ احنا ما كناش نعرف اصلا انها بفلوس من الاول. انا شفت اعلان الحفله اونلاين ورحت سالت مريم، قالت لي ان ما ينفعش حد من جريد 9 والاصغر من كده يخش الحفله، خليتها تروح تسال سيسو. تسال مين؟ سيسو. ورجعت لي تاني يوم خدتني من كلاس هنا، خليتني اخرج بره اتكلم معاها لوحدنا، وقالت لي ان هو وافق على الحفله بس بشرط. ايوه شرط ايه بقى يا نغم؟ ان انا اخلي الموضوع ده سر وما اقولش لاي حد من اللي في جريد 9 ولاد وبنات. وعلى فكره انا اصحابي كلهم شاهدين ان هي اللي جات لي لحد هنا كلاس وخلتني اطلع معاها بعيد عن الناس وتتكلم معاها. تعالي. وانا مش بكتب. مين يا نغم اللي بتقصد؟ It's not your business. انا اسف. طيب يا نغم انا هروح اشوف بقى ماي بزنس وساعتك تفضلي على الكلاس بتاعك. اتفضلي. ممكن ارغي معاك شويه؟ شور. بابا عايز اشوفك الاربع. ايوه بس الاربع مش ويكند. عارفه بس هو اتنقل كايرو، لازم يوم الخميس يبقى مخلص كل حاجه عشان السبت الصبح يبقى في الشغل. مامي انا مش فاهم، يعني هو هيعيش هنا؟ هما بس السنتين عشان شغله، مش هيغيب كتير. مش هينفع يا مامي، انا الاربع عندي مدرسه وبعدين هروح لنغم بعد كده. وانتم متفقين على كده؟ لا انا كنت عاوزك تتصلي بطنط ايناس تستاذني منها. طب ما تخليها هي اللي تيجي وانا ممكن ساعتها اتفق لك مع بابي اقضي شويتين بتوعه معاك هنا. هو انت كلمتها؟ اتصلت بيها مرتين، تليفونها مقفول. وبعت لها مسج على الواتساب كمان بس ما ردتش.
ممكن تكلمي طنط ايناس تخليها تفتح التليفون؟ حاضر. كمل انت يا حبيبي، انا بكلمها وارد عليك. يلا يلا حبيبي. انت لازم تسافر لها يا مالك. وانا هعمل كده ان شاء الله. اول بس ما اطمن على سفر لنا هروح لها الغردقه على طول. طب ما تحاول تكلمها كده تاني. مش قادر يا يوسف، مش قادر ما تردش عليا تاني، دي وجعها حاجه تانية خالص. انت بصراحه لا قفلتها منك قفله سودا يا عم. انا بشوفها، ما دي حاجه ممكن تقفل اي حد منك يا مالك، ما بالك بقى بنتك. مع ان السبب الرئيسي ان انا جيت هنا عشانه مش الشغل. لا طبعا الشغل ليه دعوه، انت بس اللي بتقنع نفسك ان نغم ليها ايد في الموضوع ده عشان ما تعترفش ان انت خسرت كل حاجه هناك ورجعت. لا ليها ايد يا يوسف. عارف لما تبقى من كتر ما بتحب حد بتبقى حاسس بذنب مزمن على كل لحظه ضيعتها وانت مش جنبه، وبتبقى بتحاول تدور على اي مبرر عشان يريحك من الذنب ده، بس للأسف بتبقى مش قادر. لما عينك بتيجي في عين الحد ده بتحس ان انت مكسوف من نفسك قوي، او منه، او من الاتنين وده الأصح. الحد ده بقى لما يبقى صاحبك، مراتك، وحتى أمك، مش زي بنتك، تحس ان انت بتصغر في نظر نفسك قوي، بتبقى بتحاول تهرب من اي مواجهه عشان مش قادر تستحمل جلد الذنب اللي بتشيله لك نظرتها البارده، نظره واجب فاضيه من غير اي احساس، بس بتبقى عشمان ان النظره دي تريحك. كل كلمة بتتقال لك يا أخي بتحس إنها بجميلة، كل كلمة بتحس إنها بنبرة فاضية من غير أي مشاعر، حتى كلمة بابا اللي بقى مستعدة تفرم عشانها، بس أفضل أسمعها بتقولها لي يا أخي. يا ريتك كنتي خدتي الكحلي كان هيبقى تحفه عليكي. ما انا نفسي فيه، بس تعرفي انا مراقبه. مراقبه؟ على فكره دي ست غريبه جدا. مش غريبه ولا شيء يا ياسمين، بس مش رح احاسب الناس على الطريقه اللي بيفكروا فيها يعني. دي لو كانت بتفكر كده فعلا. ما فهمت عليكي شو قصدك؟ هي فاكره ان انت جايه تخطفي ملك منها، وهي لسه ما تعرفش اساسا ان هو ساب الشغل في دبي. يعني بدل ما كان بيجي لها 3-4 مرات هيجي لها مره وبالعافيه كمان. بس انا مش رح اعمل هيك يعني. ألو، أيوة يا يوسف.